كل سنة وانتم طيبين جميعا. أنا جاي النهاردة أتكلم بصفتي نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والقائم بأعمال رئيسه، وأعتقد أن هذه هي آخر عبارات أتحدث بها بهذه الصفة. عارفين ليه؟ لأن الانقلابيون رأوا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يتعين إعادة تشكيله بانقلابيون مثله. هذا هو نهج الانقلابيون. نعم هذا باطل وكل الباطل. هذا هو نهجهم الحقيقي، هو استئصال كافة ما يرونه تيارا اسلاميا او مواليا للتيار الاسلامي من كافة مؤسسات الدولة. لكننا نقول لهم نحن عائدون في كل مؤسسات الدولة. اقول لحضراتكم حبيبي الذي يبلغ من العمر 10 سنوات سألني لماذا تذهب إلى ربعة يا جد؟ فقلت له ونظرا لصغر سنه لو أن خاطفا خطف من يدك القلم والكراسة ونقودك هل تتركه بهذا القلم وهذه الأشياء؟ قال لي لا، لابد أن أكافح لكي أسترد ما خطف مني. فقلت له إن الانقلابيون خطفوا كل استحقاقات الشعب المصري، خطفوا مجلس الشعب، مجلس الشورى، الجمعية التأسيسية الأولى، ثم مؤسسة الرئاسة. فهل ترضى أن تترك إرادتي تخطف وألا أذهب إلى ربعة العدوية؟ فقال لي إني فخور بك يا جدي. هذا هو النشء، هذا هو النشء الذي يتعين أن نربي فيه كيف نناضل من أجل استرداد حقوقنا. إحنا عايزين نقول ببساطة شديدة أن الحديث الشريف يؤكد على أنه يتعين علينا أن نناضل باليد وباللسان وبالقلب. احنا مش عايزين نناضل باليد دلوقتي علشان نؤكد لهم ان النضال سلميا حتى اخر رمق لحياتنا.